ماجد ياسين عنده مشكلة نفسية. نعم. حالة نفسية. انت لازم بيها رقص. انت همشي بيها رقص مو؟ زين؟ يلا يا لولا يلا يا حلوة يا لولا حلوة حلوة لولا حلوة يا من الرابع مش بقن الرابع احنا نسب الثاني طالعين بعد مش بقن الرابع خبرتك طبيب نفساني زين ماشي نشتغل تشجيع طبعا الشرف طبعا طبعا جلسه كهربائيه كلمك اوكي جلسه مال كهرباء المفروض يعني انت تريد توديه بس اسوي له يعني مو على السحب صح يلا روح يا ذكر تفضل ابني شو وجعك يا ذكر شو وجعك حبيبي لا توجعك لا توجعني ابد لك يا ابي ما بتذكره اي شوف هسه انت عندك جلسه كهربائيه بيش تطفي بيش هي على السحب راح اشتغلك على السحب اي فانت لازم تتهيئ نفسيا هسه انت مريض نفسي وتهيئ نفسيا عشان روح اشحن روحي وجهي روح يلا شوف هاي الشحنه راح تجيك 120 فولت انا وعائلتي لا بس انت بس انت وحدك يا دب يكفيك لا بس يلا هسه راح اشتغلك بلوتوث انا يلا فتحت زين 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 بعد بتونسي بعد بشربك شوي بتونسي إيه لا بعد شوي بتونسي على ما يكهربوك أريد عم توصل الكهرباء الزين خلصناها خلصنا الزين هسه إحنا أول زين راح نفوت بثاني زين على اليمنى واي زين زين مش تسوي هم جايبين حتى زين زنبور هسه راح اعطيك كل الطاقه الايجابيه اخذها انت مريض نفسي يلا تطلع النتيجه هيك الطاقه الايجابيه هسه اعطيك اياها يلا ما طاقه او لزكيه هاي الطاقه دخذي استاذ هاي الطاقه ترى الحمد لله تبقى عندي ومن كبر اتي الاولاد اولادي ورث يلا عمي اسد الباب حلوين المشهد الثاني عندنا محمد هاشم سامي محمد ملك الجاي والتراجيدي وال وباسم البغدادي راح اضيع انا محمد سيارتك عاطله زين وباسم فيتر زين يسال عن العطل اوكي زين انا فلاتكم اخبر اشتغلوا يلا تصفيق لهم تشجيع روح دور السيارة عاطلة بدات اول في البحر سيارة عاطلة ايش حاجه انا ما سالك يومين ما بصلحها يلا السلام عليكم عليكم ورحمة الله يا بقى شنو انت مو ماجد ياسين الممثل لا استاذ انا اخوه يا اهلا وسهلا كان يطلع بالتلفزيون انا اطلع بالبيت ارجوك اريد بس مصلح يعني سيارتي عاطله شويه اذا دلينا على مصلح هذا باسم الفيتر بعد معروف ولا دره وذهب خوش آدمي الله يساعدك عيوني هلا حبيبي شلونك حبيبي هلا حبيبي والله هاي السياره قلقتني ما اعرف ما ادري ايش بيها رجفه الظاهر سيارتك بيها رجفه اي والله شنو بردانه احنا صاحب الشتاء زين هاي الرجفه ايش قد صار عندك صار لها يومين يومين اي لا يعني ما بيك شيء السيارة مو أنا السيارة. السيارة. كلش قد تسخن. أنا لو السيارة. لا قصدي كلش قد تحمى السيارة مالتك. والله كل ما أشغلها الصبح تحمى. تحمى داير لها مي؟ لا. لا شو دير لها ميرندا؟ غير دير لها مي. زين أنت وين وصفوا لك؟ قالوا هناك فيتر اسمه باسم البغدادي. قالوا لك أقرأ؟ قالوا لك أقرأ؟ إي قالوا أقرأ بالزارع. حبيبي انا تنبتي هذا اللي بصفي البيتر لا والله